دابا سالينا البروجي ديالنا، عندنا هذا خدام، بغيت نزيد هذا الفيديو هذا غير باش نراجعو نشوف شنو عملنا وباش نشوفو شنو فهمنا وشنو ما فهمنا شي، ونهضروا على شنو نعملو في الدروس اللي ماشي. دونك شنو عملنا؟ اولا بدينا بهذا البوطون هذا ديال براوز اللي تعلمنا فيه بان الا بغيتي تعمل واحد الانترفاس اللي كتعطيك تختار الفيشي اللي بغيتي تفتح، كخصك تستعمل جيل فايل تشوزر، ياك كتعمل له شو اوبن دايلوج كيفتح، ومن بعد كيرد عليك يعطيك يا اما زيرو يا اما واحد. الا عطيك زيرو كيعني بان السيد كليك على اكسبت، اليوزر كليك على اكسبت، دونك تاخد السميه ديال الفيشي هي هادي تعمل بها اللي بغيتي، بالحق غالبا تقرا الفيشي ولا تعمل اي حاجه اخرى. الى كليك على كانسل كتعمل هنا، دونك ديك الساعه ما خصك تعمل والو. منين عرفنا الفيشي فين هو قلنا سيدي خصنا نقراو ديك الفيشي، تعلمنا بان بجافا باش تقرا الفيشي ما تقدرش تاكسيدي الدوكيومونيشن، خصك تستعمل واحد الريدر. هذا الريدر هذا كيكون من نوع بافر ريدر، وهذا الريدر هذا عنده واحد لا فونكسيون اسمها ريد لاين، وهذا ريد لاين هذه كتقرا السطر ولا عاودتي عيطتي لها كتقرا السطر اللي موراه، وملي كتوصل للسطر الاخراني كترجع لك نال. دونك حنايا باش كنقراو الفيشي كنعملو واحد وايل هنايا بوكل وايل، وهاد لا بوكل وايل هذه كنوقفو منين هاد خينا هذا كيرجع لنا نال هنا. مزيان تعلمنا بان كاين واحد النوع ديال لي فاريابل اللي هو الطابلو، قلنا كاين اري كاين اري ليست. الفرق بينهم هو ان اري خصك تكون من الاول عارف شحال من اليمون غتعمل فيه، شحال من ايتم غتعمل فيه، واري ليست ما كتحتاجش، وكيختلفوا في شي حوايج، وهادشي هذا شفناه في واحد الدرس قبل ياك. استعملنا حنا هاد الطابلو هذا اللي هو من نوع دابل، وداكشي اللي قريناه كونفرتيناه لدابل، ومني كونفرتيناه لدابل عملناه في الطابلو ديالنا. من بعد مشينا وقلنا ارى سيدي هاد الطابلو هذا كخصنا نرتبوه، وعملنا واحد الملاحظه على لي طابلو اللي مرتبين، وهو ان الطابلو اللي مرتبين كنقدروا نشوفوه كطابلوات صغارين، وكل طابلو صغير عنده اصغر عدد في الجهات الشمال. دونك قلنا علاش ما نعملوش نبدا من اي كتساوي زيرو حتى لاخر الطابلو، وفي كل قيمه ديال اي نقلب على المينيموم اللي كاين في الطابلو ونعملو في اي، ومن بعد نزيد اي ومن بعد نقلب على المينيموم نعملو في اي وانا ماشي. وفي هاد الالغوريتم هذا في الاخر كيعطينا واحد الطابلو مرتب. ملي رتبنا الطابلو ديالنا كرينا واحد لا ليست، وهاد لا ليست هذا كرينا لا هاد لا ليست هادي كرينا لا واحد المادل، وهاد المادل هذا كل ما كنعمل له دوت اد كيزيد واحد الحاجه. دونك حنا عيطنا للطابلو ديالنا من الايتم الاولاني حتى الايتم الاخرين الطابلو، وبقينا كنعملوا اد اليمنت اد اليمنت اد اليمنت باش يعطينا في الاخر واحد الليستا فيها لي زاليمون ديال الطابلو. وهضرنا على هاد الليست هادي، قلنا عندها شي حوايج اخرين بحال دوت كلير، وعندها باش تمسح الا بغيتي تمسح كلشي، اولا تقدر تستعمل دوت جيت سيليكتد اندكس الا بغيتي تعرف واش ليوتيليزاتور سيكسيون شي حاجه. دابا اللي بغيت دونك مزيان هادشي هذا مزيان، وهادشي هذا خدام، وحققنا البروجي ديالنا. بالحق بغينا نشوفوا واش تعلمنا شي حاجه اخرى قبل ما نمشيو للدروس اللي ماجا، باش نعرفوا شنو بغينا نفهموا من الدروس اللي ماجا. وانا عندي واحد الورقه هنايا كاتب فيها شي حوايج، نشوفوا واش غادي نتفقوا ولا ما غاديش نتفقوا. دونك واحده من الحاجات اللي بغيت نرجع لهم هي ديك الالغوريثم اللي عملنا ديال 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 باش نترييو الطابلو، باش الطابلو سورت بالانجليزه تريي بالفرنسي رتب بالعربيه. دونك باش نتريي الطابلو ديالي استعملنا حنايا هاد الالغوريثم هذا. وحده من الاسئله اللي كتطرح هنايا، وهي واحد مقيله من اهم الاسئله اللي كاين في في في, في لانفورماتيك اون جينيرال، وهذا سؤال عام فين ما مشيتي غادي تجبرو، وهو حنايا جبرنا واحد الالغوريثم باش نرتبوا الطابلو. واش ما كاينش شي الغوريثمات اخرين باش نرتبوا الطابلو؟ ولا بد كاين شي في لانفورماتيك غالبا الا كان واحد الالغوريثم باش تعمل واحد الحاجه غالبا كيكونوا بزاف لي زالغوريثم، واذا كانوا بزاف لي زالغوريثم ديك الساعه كتطرح السؤال الثاني، وهو كيفاش نقارنهم مع بعضهم، كيفاش نعرف انا بان واحد الالغوريثم احسن من اخر. اللي نقدر نقول لك في هذه الساعه هذه هو غالبا كاين جوج الحوايج اللي كنديو عليهم باش نقارنوا لي زالغوريثم. الحاجه الاولى هي شكون اللي اسرع،
الا عملتوا هذا الالغوريتم هذا يا خاي. دابا عندي الطابلو ما فيه شي، هذا الطابلو اللي عملنا كان فيه شي 23 وقيله ديال لي زاليمو. خلينا لك عندي فيه شي مثلا فيه مليون ديال لي زاليمو، الا كان خصني نرتب مليون عدد، ديك الساعه كيبان الفرق ما بين الالغوريتم والالغوريتم. واحد الالغوريتم يقدر يضرب يومين باش يرتبو، والالغوريتم اخر يقدر يعمل على دقيقه. دونك السرعه مهمه. الحاجه الثانيه هي شحال ديال الميموار كيستعمل الالغوريتم. كاين نقدر نجبر الالغوريتم اخر اسرع ولكن كيستعمل الميموار بزاف. دونك هادو جوج ديال الحاجات اللي كنديو عليهم. بالحق كاين واحد الفورماليزم، كاين دي فورمول ماتيماتيك وداكشي مفورماليزي كيفاش كنقارنوا واحد الالغوريتم بواحد الالغوريتم. دونك هذا سؤال كيطرح، انا كنقول لك هادشي هذا ماشي زعما حيت غنجاوبوه دابا، ولكن هادو اسئله مزيان يطرحها الواحد ومن بعد غادي نبداو نوصلوا لهم بشويه بشويه. دونك اول حاجه هي هادي، عندنا لي زالغوريتم، جوج لي زالغوريتم كيوصلوا لنفس الهدف، كيفاش نعرفوا شكون فيهم احسن من اخر؟ مزيان، ها وحده. الحاجه الثانيه اللي عندي هنايا اللي بغيت نهضر عليها، وهو اننا الا لاحظتي في هاد البروجي وحتى في الدروس قدامنا، لاحظنا بان كاين جوج ديال الانواع ديال لي فاريابل. اون جينيرال كاين جوج، ما كنهضرش على النوع في حال التيب زعما دوبل سترينغ بوليان وداكشي، لا لا لا، كنهضر لك على القضيه ان الى مثلا جيت من هنا الى ملي كنجي من هنايا مثلا وكنعمل اي كتساوي زيرو، كنعمل اي انت اي كتساوي زيرو، نشوف شي حاجه اخرى بحال مثلا نختار شي لعبه هاتيدا. شوف اللي بغيت نقول لك هي ملي كتعمل مثلا دوبل فار، وكنظن هذه قلتها في شي فيديو اخر، 1.0 ياك، هاد لا فاريابل هادي فار عطيتها لا فالور 1.1 وعطيتها لا فالور 1، ولكن شوف هاد لا فاريابل هادي اف سي، الفرق ما بين هادي وهادي اولا هو ان هاد اف سي هادي ما عملتش تساوي وعملت واحد اللعبه، عملت نيو. الا لاحظتي بزاف د الحاجات عملنا لهم نيو، شوف نيو نيو نيو، ديك الماضل اللي كنا كريينا فين هو، هاو نيو. علاش كاين واحد النوع ديال لي فاريابل كيخصنا نعملو لهم نيو، واحد النوع ديال لي فاريابل ما خصهمش يكونوا نيو. زيد واحد حاجه اخرى، علاش ديك النوع ديال لي فاريابل اللي كنعملو لهم نيو دائما بحال هاد اف سي هادي دائما كتقدر تعمل لهم دوت وتعيط على واحد الفونكسيون، ولكن هاد فار هادي ما تقدرش تعمل دوت، الا عملتي دوت ما كيعطيك والو. شنو النوع ما بين شنو الفرق ما بين هاد النوع ديال لي فاريابل وهاد النوع ديال لي فاريابل؟ مزيان، هذه واحد الحاجه. باش نزيد نقول لك شنو الحاجات الاخرين اللي عندهم علاقه بهذ الانواع ديال فاريابل، هي واحد الحاجه قلناها في الدرس الاخراني مره، هذه القضيه ديال كلاس. كاين هاد كلاس هذه شنو كتعني من الاول ديال هاد الدروس هذه، وحنا ما كنهضروش على هاد الكلاس هذه بحال كنتفاداوها واحد شويه، وقلت بان هاد لا كلاس هذه عندها كونستركتور، وكونستركتور هو لا فونكسيون الوحيده اللي عندها اسم داك هادشي كامل خصنا نفهموه، كيفاش هاد كونستركتور كيفاش هاد كلاس كيفاش هادي. اللي نقدر نقول لك انا دابا هو ان هاد كلاس مع هاد كونستركتور عندهم علاقه بهاد النوع ديال لي فاريابل اللي كيعملوا نيو مع النوع اخر ديال لي فاريابل اللي ما كيعملوش نيو. دونك هادي واحد الحاجه خصنا نفهموها ياك. دونك هادي هي الثانيه، الاولى قلنا كيفاش نقارنوا لي زالغوريتم، الثانيه هي شنو هاد كلاس وهاد نيو وهاد العجب كامل. مزيان نعرفوا نستعملوه واخا ما نفهموهش، ولكن من بعد بغينا نفهموه. الحاجه الثالثه اللي عينا ما نستعملو فيها وما شرحناهاش هي هاد امبورت هادي. لعقلتي فين ما كنجي نستعمل شي حاجه جديده عمرني ما استعملتها كيخرج لي فحال واحد ليرور، كنكليكي كنعمل له امبورت كيزيد هاد السطر هذا كيولي خدام. شنو زعما هاد امبورت هادو، علاش كيتحتاجو، فوقاش كنحتاج نعمل امبورت، فوقاش ما كنحتاجش نعمل امبورت، علاش ملي كنعمل هنايا دوبل فار مثلا ما كيقوليش يعمل امبورت، الا قلت له شي حاجه اخرى قول لي فوقاش كيقول لي امبورت، شنو زعما امبورت؟ دونك هذه هي النقطه الثالثه اللي بغينا نهضر عليها، ماشي اللي بغيت نهضر عليها بحال اللي بغينا نهضروا عليها في المستقبل. النقطه الرابعه وهي هاد اكسبشن هادي. عقلتي فاش قلنا بانه الا جاي يفتح الفيشي يمكن ما يجبرش الفيشي على داكشي كخصو يقدر يلونسي اكسبشن، باش الاكسبشن عملنا تراي كاتش. شنو هما هاد لي اكسبشن وكيفاش خصنا، شنو زعما اكسبسيون بالضبط وكيفاش نستعملوهم باش البروغرام ديالنا يكون مزيان ياك؟
الحاجة الأخيرة اللي بغيت نهضر عليها واللي يمكن هي الأولى اللي عم بدأوا بها هي أننا استعملنا إف بزاف. نعم بدينا بلي كونديسيون من الدرس الثالث ولا الدرس الرابع ولا شي حاجة، ولكن واحد الحاجة اللي ما هضرناش عليها هي لي كونديسيون ملتيبل. حنا دائما كنقولوا إلا كانت هاد لا فاريابل كتساوي هاد لا فالور هادي، ياك؟ أولا كنقولوا إلا كانت هاد لا فاريابل صغيرة على هاد لا فالور هادي ولا كبيرة على هاد لا فالور هادي. ولكن عمرنا ما هضرنا إلا كانوا عندنا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة لي فاريابل. كيفاش نعمل إلا بغيت نقولوا إلا كانت هاد لا فاريابل مثلا، بحال مثلا نقول إلا كانت لا فاريابل الأولى كبيرة على خمسة ولا فاريابل الثانية صغيرة على ستة، عاد عمل هادي. كيفاش نعمل ديك هو الأولانية صغيرة على خمسة والثانية صغيرة، أولا كيفاش نعمل أو كيفاش نقول له إلا كانت لا فاريابل الأولى كبيرة على زيرو أو لا لا فاريابل الثانية كبيرة على زيرو، كيفاش نعمل هاد العلاقات هادو ديال هادو ديال اللوجيك ديال المنطق هادي أو هادي، ياك؟ كيفاش نقدر نعمل هاد لي كونديسيون ملتيبل؟ كيفاش نقول عندي ستار واحد يكونوا عندي فيه بزاف لي كونديسيون الى تحققوا عاد نقدر نعمل واحد الحاجه. هادو خمسه د الحاجات كيفاش نقارنوا لي زالغوريتم، شنو زعما ديك شنو الفرق ما بين ديك جوج لي فاريبل، واحد يمكن بالنيو واحد ماشي بالنيو، شنو زعما كلاس، شنو زعما امبورتس، شنو زعما اكسبشنز، وكيفاش نعملوا لي كونديسيون ملتيبل. هادو هما الحاجات اللي بغينا بشويه بشويه وحنا كنزيدوا في الدروس ديالنا وكنتعلموا الحاجات الجدادين نبداو نفهموا هاد خمسه د الحاجات هادو. دونك نتلاقاو في الدرس اللي ماشي. بسلامه.